برايمري 2، هاو ار يو؟ عاملين ايه؟ النهارده من كتاب كونكت هنبدا نراجع على بتاعتنا ونحل اول امتحان. تعالوا كده نشوف اول امتحان بيتحل ازاي. بيقول لنا هنا look at the picture and write، يعني نبص على الصور دي ونحط علامه صح على الجمله اللي بتشير للصوره دي. يعني ايه؟ عندنا دلوقتي اول صوره الراجل ده مكتوب ده بيكون a carpenter makes tables، يعني ده بيكون نجار بيعمل ترابيزات، ولا a nurse makes me healthy، ممرضة بتهتم بصحتي. ها انت شايف في الصورة ايه؟ ده carpenter صح؟ carpenter يعني نجار، يبقى نحط علامة write على الجملة اللي مكتوب فيها a carpenter makes tables، يعني النجار اللي بيعمل ترابيزات. طيب الصورة التانية عندنا he watches television ولا he plays tennis؟ انت شايف هو بيعمل ايه؟ الولد اللي في الصورة ده watches television يعني بيتفرج على التلفزيون، plays tennis يعني بيلعب تنس، هو بيعمل ايه؟ برافو، بيتفرج على التلفزيون، يبقى he watches television، يبقى نحط علامة write على الجملة دي. الصورة التالتة عندنا the sun goes down in the evening، يعني الشمس بتغرب في المساء، up in the morning الشمس بتشرق في الصباح. الصورة دي الشمس ماشية ولا بتصحى بتيجي comes up بتشرق؟ شايف صاحبنا لسه صاحي من النوم والشمس هي بتشرق، يبقى نختار الجملة التانية the sun comes up in the morning، الشمس بتشرق في الصباح. السؤال التاني عندنا بيقول match and write، يعني وصل واكتب. اول كلمة عندنا pants، pants يعني ايه؟ pants، برافو، يعني بنطلون صح؟ pants يعني بنطلون. نكتب هنا كلمة pants جنب البنطلون، او ممكن نحط رقم واحد، بس هو قال write يعني اكتب. طيب الكلمة التانية had، had يعني ها، مين يفتكر؟ had يعني رأس، had رأس، يبقى نكتب كلمة had جنب الرأس بتاعت الولد الصغنون ده، had يعني رأس. طيب الكلمة التالتة burger، burger اللي احنا بنحب ناكله صح، يبقى نكتب كلمة burger جنب ساندويتش البرجر ده. اربعة ten، ten يعني ها عشرة، ten يعني عشرة، نكتب ten جنب رقم عشرة. ears يعني ارض، ears ارض، يبقى نوصل 5 بالكرة اللبني دي، كرة اللبني دي رمز للارض، ears نوصلها او نكتبها جنب الكرة اللبني دي، ears يعني ارض. كده حلينا السؤال التاني. بعد كده بيقول لنا circle the correct word، يعني حط دايرة على الكلمة الصحيحة. اول صورة معانا بيقول لنا ده شمس sun ولا moon قمر؟ ها شايف ايه؟ ده مون، مون يعني قمر اللي بيطلع بالليل. الصورة فيها ليل؟ لا. طيب الصورة الصبح والشمس متوهجة كده، يعني اشعتها شديدة، يعني ده شكل sun، يبقى نحط دايرة على كلمة sun لان الصورة دي مش المون، لا ده sun الشمس. طيب الصورة التانية الساعة 3:30 ولا 3:30 يعني 3:30؟ انت شايف الساعة ايه؟ دي 3 بالظبط صح؟ يعني نحط دايرة على كلمة 3، نحط سيركل على كلمة 3 لان الساعة 3 بالظبط. السؤال الرابع rearrange the letters، يعني رتب الحروف. عندنا 3 كلمات وحروفهم متلخبطة، هنحاول نرتبهم. اول صورة معانا دي شكل ايه؟ ها دي عيلة صح؟ والحروف المتلخبطة عندنا Y و F و L و A و I و M، يبقى هو يقصد ايه؟ يقصد نرتب الحروف دي ونكتب Family، برافو، F A M I L Y، Family يعني عيلة. الصورة التانية عندنا صورة فستان ومكتوب بشوية حروف متلخبطة S E D S R، يقصد ايه؟ يقصد فستان، فستان يعني dress صح؟ dress، يبقى نبدأ بحرف D بعد كده R E S S، dress يعني فستان.
تالت صورة مكتوب DALSA، دي حروف متلخبطة، والصورة عندنا فيها سلطة صح؟ ها سلطة يعني ايه بالانجليش؟ سالاد، سلطة يعني سالاد، SALAD، SALAD سالاد يعني سلطة. سؤال رقم 5 بيقول لنا choose the correct word، يعني اختار الكلمة الصحيحة. اول سؤال this ولا this ولا thus is my friend، عايز يقول هذا بيكون صديقي. this ولا this ولا those، ها is my friend ده مفرد صح، this و those دول للجمع، يعني احنا مش هنختار لا this ولا those. this يعني هؤلاء بس للجمع القريب، يعني ما يكون شوية أصدقاء واقفين جنبك تقول these are، لكن لو بعد عنك ممكن تقول those are my friends، يعني الاتنين دول بيجوا مع الجمع، لكن مع المفرد يعني بتشاور على صديق واحد تقول هذا يكون صديقي that. that يعني نعمل line أو circle على كلمة that. السؤال اللي بعده I can throw with my arms, legs, feet. Hey. أنا أستطيع أن ألقي. ألقي أحذف. Throw يعني يلقي أو يحذف. بإيه؟ بدراعي ولا برجلي ولا بقدمي. I can throw with my. لما باجي ألقي بحذف بيه أصحابي arms بدراعاتي. Throw معاها arms. عارف لو كيك؟ تبقى فيت، لان كيك يعني شوت، بنشوت بالقدم فيت. اوكي ثرو مع ارمز، ثرو اي كان ثرو ويز ماي ارمز، انا بقدر احذف او القي ويز ماي ارمز بدراعاتي. السؤال الثالث 3 دو ولا داز ولا از يو لايك فروت، عايز يقول يعني هل انت بتحب الفاكهه. السؤال بتاع هل انت بتحب ده احنا كنا حافظينه ايه، do you like fruit، do you like juice، do you like strawberry، انت هل انت تحب، do you like، do بتيجي مع you، do you like، does بتيجي مع he و she و it، يعني لو كان في هنا بدل you she او he او it او اي اسم كنا نختار does، لكن عشان في you هنختار do. do you like fruit، هل بتحب الفاكهة، do you like fruit، هل تحب الفاكهة. طيب رقم 4 سؤال الرابع yes I، yes يعني نعم، I يعني هو بيجاوب بالإثبات بالنعم، يبقى ينفع نختار I'm not، نعم أنا لأ، لأ طبعا، don't يعني لا يفعل، لا برضو، yes I can نعم أنا أستطيع، يبقى نختار can. I'm not ما ينفعش و don't ما ينفعش، لأن الاتنين دول في النفي وهو مجاوب لنا ب yes. yes I can نختار can. رقم 5 السؤال الخامس would ولا does ولا is you like some fish، ها لما تحب تعزم على حد بحاجة تقوله إيه، would you like some fish، يعني تاخد بعض من الطعام، تحب تاخد بعض من السمك. would you like some fish، هل تريد بعضا من الطعام السمك يعني، يبقى نختار هنا would. طيب السؤال اللي بعد رقم 6 supply the missing letters، يعني كمل الحرف الناقص. اول صورة معانا دي مين، كتب لنا حرف الجي، جي ودي تيتا اللي في الصورة، تيتا يعني grandma grandma grandma، يبقى G-R-A-N-D بعد كده M-A grandma يعني تيتا. الصورة التانية اللي في الصورة ده ايه، ودن يعني ايه، ها ears يعني ودن، E-A-R-S E-A-R-S ears يعني ودن. طيب تالت صورة ده راجل معاه شاكوش ومنشار وخشب، ده شكله هيعمل حاجة بالخشب، ده اللي بيعمل الحاجات بالخشب اسمه ايه، كاربنتر
يبقى carpenter carpenter يعني نجار. الصورة اللي بعد كده مدينا حرف الاف وبيقولنا نكمل. الولد ده بيلعب ايه؟ كرة قدم صح؟ كرة قدم يعني ايه؟ فوتبول. يبقى هو عايزنا نكتب فوتبول وقالنا نبدأ بإف. فوتبول FOOTBALL فوتبول يعني كرة قدم. الصورة اللي بعد كده دي طيارة. طيارة يعني ها قايلنا نبدأ بحرف البي. طيارة يعني بلان. بلان طيارة يعني بلان. PLANE بلان يعني طيارة. طيب آخر صورة معانا. الولد ده ماشي في الصحراء وشكله عطشان جدا. عطشان يعني ايه؟ قايلنا ابدأ بحرف التي. عطشان يعني thirsty. thirsty عطشان THIRSTY 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 يعني عطشان. سؤال الايت، سؤال رقم 8 معانا بيقولنا punch with the following sentences يعني رقم الجمل الاتية. ظبط فيها، عارف علامات الترقيم؟ يعني الجملة لو بتبدأ بسمول نكبر الحرف نخليه كابيتال، ناقص علامة استفهام، نقطة، كل الحاجات دي اسمها علامات الترقيم. أول سؤال معانا What are you wearing؟ يعني ماذا أنت ترتدي؟ ماذا أنت ترتدي؟ ده سؤال. What؟ طالما الجملة بدأت What يعني ده سؤال. سؤال لازم يبقى نهايته إيه يا صحابي؟ علامة استفهام، وكمان أول الكلمة يبقى كابيتال. W دي تبقى كابيتال. يبقى What are you wearing؟ ماذا ترتدي؟ الجملة هتبقى كده بعد التعديل. W خليناها كابيتال وحطينا علامة استفهام. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لنا I don't like onions يعني أنا مش بحب البصل. إيه العلامات اللي هنحطها هنا اللي هنظبطها في الجملة دي؟ ها قلنا ان اول الجمله دايما بتبقى كابيتال، الاي دي سمول صح؟ يبقى نكبر الاي دي ونخليها كابيتال. I don't like onions بس مفيش حاجه تانية هتتظبط. ده سؤال البانكتشويت. السؤال التاسع واخر سؤال معانا في الامتحان بيقول copy the following sentences يعني اكتب نفس الجمله دي مره تاني. Let's go to the beach. Let's go to the beach يعني يلا نروح الشاطئ. Let's go يعني يلا نذهب. To the beach يعني الشاطئ. هتكتب كده زي ما مكتوبة، اكتب Let's go to the beach. لو معيك ورقة وقلم وانت قاعد قدام الشاشة اكتب الجملة دي عندك مرتين. وكده يا صحابي بنكون خلصنا الامتحان الاول. عايزاكوا بقى دلوقتي عايزاكوا تحت الفيديو هتلاقوا كلمة سبسكرايب، دوسوا عليها، وبعد ما تدوسوا عليها هتلاقوا كلمة لايك، وبعدين اعملوا شير لو حبيتوا الفيديو وعايزين تشاركوه مع اصحابكم عشان نقدر نكمل. ده كمان الجروب على الفيسبوك لو حابين تنضموا. واشوفكم الحلقة الجاية.